هذا واستقبل معبر رفح البري عددا من الشاحنات الإغاثية والإنسانية والدوائية متجهة إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، حيث وصل عدد الشاحنات إلى 106 شاحنات. المزيد يطلعنا عليها الزميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، بعد التحية نجدد بكم الترحيب مرة أخرى ومن أمام معبر رفح البري. يمكن الحدث الأبرز اليوم هي الزيارة التي قام بها وزير الخارجية التركي إلى محافظة شمال سيناء لمتابعة أو تفقد مخازن الهلال الأحمر المصري الذي يقوم بتخزين المساعدات التي تأتي من جميع دول العالم. وهذه الزيارة تأتي في إطار الزيارات التي يقوم بها يعني الوفود الأجنبية والدبلوماسيين إلى محافظة شمال سيناء. الزيارة بدأت بتفقد مخازن الهلال الأحمر المصري أو المنطقة اللوجستية، هذه المنطقة التي تمثل النقطة الوحيدة التي يتجمع فيها جميع المساعدات التي تأتي من جميع دول العالم ويتم تجهيزها لإرسالها إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. ثم بعد ذلك توجه وزير الخارجية رفاق محافظ شمال سيناء إلى ميناء العريش البحري والذي يمثل يعني المحور الثاني من المحاور التي تستقبل المساعدات التي تأتي من جميع دول العالم، وتفقد المساعدات الموجودة هناك، هذا بالإضافة إلى المستشفيات العائمة التي تستقبل الجرحى الفلسطينيين وتقوم بمساعدتهم وتقديم كافة الخدمات الطبية لهم. ثم بعد ذلك المحطة الأخيرة من الجولة وهو معبر رفح البري. وبالفعل أدلى وزير الخارجية بتصريحات أكد فيها وثمن فيها على الدور المصري الكبير إزاء القضية الفلسطينية وإزاء إنفاذ المساعدات إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وأكد أن هناك تطابق في وجهات النظر المصرية والتركية بشأن القضية الفلسطينية. يمكن هذا هو مجمل ما جاء اليوم من أحداث، ونعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.